مرحبا بكل من يتابع هذه الفقرة الفنية المميزة لهذا اليوم من سيدي بوسعيد المدينة التونسية الرائعة. معي نجمة تونس هند صبري، أهلا وسهلا فيك بسكاي نيوز عربية. أهلا بك لانا ومرحبا بك في تونس. مبسوطة كثير اليوم أنه أنت اليوم هيك عم تاخذينا هذا المحل الحلو بتونس. أنا نرحب بك، أنا نعرف اللي أنت تحب تونس كثير، وزرت صفاقس من شهرين بمناسبة صفاقس عاصمة الثقافة العربية، وتواصلنا وعرفت أنك حبيتي تونس، ونقول لك اليوم اللي تونس كذلك تحبك حبيبتي. هند، زهرة حلب، أول ما يعني عرفت شو فكرة الفيلم، أول ما شفته كان هيك عندي تساؤل أنه المرأة التونسية دائما هي المرأة القوية عبر التاريخ، وخاصة من بعد ما أخذت حقوقها يعني بعد مرحلة سيدي بورقيبة. اليوم المرأة التونسية شو اللي بيخليها تنضم لداعش؟ أعتقد أنه الأعداد النساء اللي انضموا إلى داعش قليلة جداً، النساء التونسيات الأعداد أكثر بكثير عند الأولاد، عند الشباب خاصة. يعني نحن الأرقام الرسمية تقول 3000 تونسي، لكن منهم القليل والقليل جدا من النساء، وكانت في أول فترات، كانت في أول فترة الأزمة السورية، لكن بعدين بطلت تماما سفر السيدات التونسيات. فعلا المرأة التونسية هي مرأة لها حالة استثنائية، هي حالة استثنائية وخاصة جدا في العالم العربي. المرأة التونسية حصلت على حقوق يمكن أكثر حتى من الأوروبيات في وقت في العالم العربي كان يعني بكير جدا، يعني كان 1957 مجلة الأحوال الشخصية التونسية، وهي هي إلى اليوم موديل. يعني فعلا هي من الأشياء اللي يحسدون عليها الكثير من النساء، مش بس في المنطقة العربية. والمرأة التونسية هي التي تنقذ كل يوم المجتمع المدني التونسي إلى اليوم، من 2011 إلى اليوم دائما هي الأولى التي بالمرصاد لأي محاولة للنيل من حقوقها أو للتعدي على حقوقها. وشفنا النساء التونسيات في الشارع طيلة هالخمس سنوات يدافعن عن حقوق المرأة، يدافعن عن المساواة في الدستور ما بين المرأة والرجل. وأذكر يعني كانت حالة ساعتها من الاستنفار القوي في البلاد، لما كان هناك كلام على أنه يكتب أن المرأة مكملة للرجل في الدستور التونسي، والمرأة قالت لا يمكن. فأعتقد أنها استثناءات، سفر التونسيات للجهاد كانت استثناءات في الأول يمكن ناتجة عن عدم فهم. لكن السؤال يطرح نفسه بالنسبة للشباب، ما الذي يدعو شاب تونسي بعيد كل البعد جغرافيا وثقافيا عن سوريا أنه يروح وينضم إلى داعش؟ وهذا السؤال يطرحه فيلم زهرة حلب. عنده مدة مراد داخل بعضه. شكونك أنت باش تحكم على خلق رب؟ ربي مش في حاجة ليك باش تدافع عليه. إجا نحميك المفطر. ما حاجتيش بحمايتك. بريق تسل واستغفر وتوب لمولاك، حشمتني قدام الناس وعملت في العار. زهرة حلب كان متعب كثير خلال عملية التصوير، وعلى الأقل على الصعيد النفسي، صحيح؟ صحيح. وين أكثر شيء استهلكك الدور؟ أولاً نحن كنا نصور السنة اللي فاتت، وأتذكر أنه السنة اللي فاتت كان هناك تفجير أيام وقت أيام قرطاج السينمائية السنة اللي فاتت، وأنت تذكري لنا كان هناك تفجير، ونحن بنصور الفيلم، والفيلم يتكلم عن الإرهاب وتكلم عن التفجيرات، فكانت المفارقة صعبة جدا. إنه نحن ونحن حسينا كل الناس، كل الفريق حس إنه نحن فعلا نعمل في عمل نقاوم به. يعني هذه مقاومة، مش فقط فن، مش فقط سينما، هذه مقاومة حقيقية. ورفضنا إنه نوقف التصوير، ورفضنا، وكان في حظر تجول، وروحنا بعد حظر تجول، لكن كان هناك إصرار من الكل إنه زهرة حلب سيصور حتى في هذه الظروف، وللأسف تونس مستهدفة من الإرهاب. فزهرة حلب أعتقد أنه صرخة مش فقط ممثلة، مش فقط مخرج، مش فقط فريق عمل، هو صرخة شعب يسأل، يطرح أسئلة. لماذا تونس المفروض أنها دولة مسالمة لا تؤمن بالعنف؟ حتى من أوائل يناير 2011 إلى اليوم لم نرى عنف بين أولاد البلد. صحيح. وبنحاول دائما أنه عبر الآليات السياسية، نحاول دائما عبر حتى المجتمع المدني، أنه دائما يكون هناك حوار وطني وحوار مجتمعي. ماذا يدفع العديد من التونسيين اليوم إلى العنف؟
ضد بعض، وانهم يروحوا يلتحقوا بدوله اخرى ويمارسوا فيها العنف وهم لا يفهمون ولا يفقهون شيئا عن الحال الداخلي او عن الـ 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 الازمه الحقيقيه الموجوده في سوريا. فاعتقد ان هناك العديد والعديد من الاسئله الصعبه التي يجب ان نواجه بها انفسنا في تونس كمجتمع مدني اليوم. وينك يا مراد؟ وينك؟ سوريا رعبهم، زرع الخوف بقلوبهم. يا منافق، سهل ودخول سوريا؟ يا اطلع سهل. انتو التوانسة بالفعل قبضياتو طيبين. المجتمع المدني اليوم في تونس بخير بسبب المرأة، هذا ما سمعته أنا في الشارع. تماما كليا، وأنا أبصم بالعشرة على رأي المصريين. المرأة التونسية هي التي هي في مقدمة الباخرة أو القطار، أو هي الموتور الدينامو للمجتمع المدني. أنا أقولها أو أعرف أنه رجل التونسي ما يزعلش من هذا الكلام، لأنه رجل التونسي عنده فخر كبير وعنده اعتزاز كبير بالمرأة التونسية، وهم يقولوها أكثر حتى من المرأة. يقولوا المرأة التونسية هي التي اليوم تنقذ تونس كل يوم. إحنا شفنا وفي صور يمكن لا تنسى، أيقونية صارت، سواء كان أو وقت الثورة النساء التونسيات اللي كانوا في الشوارع أو بعد. أذكر يوم الأسود، وهو كان يوم اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وزوجته التي يوم اغتياله كانت في الشارع بعلم تونس وهي تقول لن نخاف ولن نسكت. نفس الشيء مع الشهيد البراهمي. المرأة التونسية لا تخاف وعندها إيجابية، وهذا ما أردت أن أحاول أن أمثله في سلمى في زهرة حلب. السلاح لازم يكون مثل ابنك. تكبير الله أكبر. فما برشا مجاهدين تونسة؟ إيه كتير. أنت جيتي من تونس عشان ترجع ابنك مو هيك؟ ما جيتش للجهاد. شنو جاي؟ سياحة؟ أعمال خيرية؟ يا مقتل، الموت للزنادقة، الله أكبر. يا مقتل، كلكم نفس الشيء، تزرعوا في الموت وين ما تروحوا. يقال أن المرأة التونسية يعني أخذت شخصيتها من المرأة، من الأم، من المربية الأولى. أنا بعرف أنه الحبيب بورقيبة هو اللي عطاها حقوقها، ولكن تاريخياً المرأة التونسية هي المرأة القوية عبر العصور. بعيداً عن الرجل، من هو المحرك يمكن الذي أعطى المرأة هذه القوة؟ يعني أعتقد أنه تونس أو قرطاج، ما يسمى بقرطاج، أسستها امرأة، عليسة الآتية من سور، من لبنان. فأعتقد أنه نحن عنا من الأول يمكن ارتباط كبير بصورة المرأة وعزة بصورة المرأة، والتونسيون لم يروها حتى قبل تونس ما بعد الاستعمار، لم يروا المرأة كضحية أو تهديد لكيان الرجل، بل بالعكس كان دائما، لأنه من زمان ونحن ندرس عليسة وندرس حضارتنا الفينيقية، وثم ندرس يعني البربر كمان، كان عندنا الكاهنة، كان عندنا دائما عبر العصور أيقونات نسائية كانت تحكم وكانت قوية وكانت يعني مركزية في تونس. بعد بورقيبة طبعا ومع مجلة الأحوال الشخصية الوضع كمان أخذ بعد ثاني وبعد آخر، لكن عمرنا ما حسينا أنه الرجل يحقد على المرأة لأنها حصلت على هذه الحقوق. وأعتقد أنه هذا هو العنصر الإيجابي، أنه في تونس فعلا هناك انسجام في المجتمع المدني. أنا تربيت في تونس من أم تونسية ومن أب تونسي، وشفت الاحترام اللي بيناتهم، وهذا شكل ما أنا عليه اليوم، وشكل نظرتي أنا للرجل ونظرتي إلى دوري في المجتمع. ولذلك صعب إيقاف المرأة التونسية عند حد معين، صعب احتوائها في بيت أو في لا. المرأة التونسية حتى إذا اختارت أنها تكون مرأة لا تعمل، لكن سوف تجدين أنها هي المحرك الحقيقي للبيت، وهي سواء كان في المدن أو في الحضر.
أو في الأرياف دائماً ستجدين أن المرأة التونسية هي موجودة أمامك، لا تختفي، ما تتخباش وراء الأسوار، هي واضحة وموجودة في الشارع وفاعلة، وهذا فخر كبير. يعني أنا حتى لما أسافر في كل الدول العربية وحتى في العالم، حتى في أوروبا، دائماً هناك إحساس بالعزة، يعني أنه أنا امرأة تونسية. هند، أنت مين من النساء التونسيات؟ أنا بنت أمي، يعني بنت امرأة تونسية، حفيدة امرأة تونسية، أم بنات تونسيات مصريات، ويعتز يعني أنا جبتهم معايا إلى تونس هذا الأسبوع، لأنه حابة أنه من الأول يكون عندهم إحساس بتونسيتهم، وإحساس أنه عندهم وطنين، والوطنين مهمين جداً، أنهم كمان تولدوا في وقت ثورة وثورة، يعني في وقت غزير بالأحداث. أنا نحس اللي أنا محظوظة أني تولدت في دولة مثل ما قلت لك تحترم حقوقي وتدافع عن حقوقي. محظوظة أني تولدت في دولة تعامل المرأة على أنها فعلا نصف هذا المجتمع، على أنها كائن، على رأي الشاعر الراحل صغير ولاد حمد، وهو رحل عنا السنة اللي فاتت وقت اللي صارت البلبلة حول نصف الدستور حول المرأة مكملة للرجل، كتب أروع ما كتب عن المرأة التونسية، وكتب نساء بلادي نساء ونصف، مش مكملات، نساء ونصف، الله يرحمه. وأعتقد أنه لليوم حتى على إنستغرام، حتى على تويتر، حتى على فيسبوك، البنات التونسيات لما يكتبوا لي، لما نكون فخورين مثلاً ب يعني حبيبة الغريبي العداء التي حصلت على ميداليات أولمبية، أو إيناس بن كريم التي أخذت الميدالية هذه السنة في المبارزة، دائماً يكتبوا نساء بلادي نساء ونصف. فهذا هو اللي نحن اليوم حتى في المنطقة، هذه هي الصورة اللي نحب نعطيها على تونس، وهي صورة دولة حديثة حداثية تحترم المرأة. وهذا اللي أرى أنه النساء العربيات قادمات، لأنهم شايفين أنه طب إيش معنى تونس؟ صح. طب شو اللي أخذتي من مصر كامرأة؟ أخذت الكثير والكثير. أخذت أولاً إشعاع خلى التوانسة فخورين بي، وهذا لا يمكن أكون أخذته من غير مصر، لأنه مصر تعطي إشعاع في المنطقة كلها، وأنا ممنونة وشاكرة جداً لحب المصريين. يعني أنا يمكن من أكثر الأشياء اللي تفرحني لما نجي القرطاج نشوف صحفيين مصريين وصحفيين توانسة يتخانقوا علي، يعني هذا يقولوا هذه متاعنا، يقولوا هذه متاعنا، وهذا نادر لما يصير يعني، وأنا فخورة جداً. أخذت من مصر كمان أعتقد نظرة في تونس، نحن دائماً متفاعلين مع الحدث ودمنا سخون، يعني دائماً هناك شد وجذب وحوارات، دائما يعني دائما في تحس انه في جدل، وهذا ما انقذ وينقذ تونس، لانه الناس تتكلم، هناك حوار. اخذت من مصر يمكن نظره اكثر نعومه للاشياء، او يمكن احاول ان افهم الاول ثم اعمل رده فعل، مش نرد فعل على طول، وهذا يمكن نقص شويه تشنج في ارائي وفي افكاري. اليوم عم تحضري لشيء جديد هند؟ حضر لي مسلسل درامي لرمضان 2017. رح ترجعي لرمضان ان شاء الله اخيرا. شو عندك شيء جديد؟ مسلسل مش كوميدي، متكتمين الى الان على قصته، لكن هو مع شركه بيلينك اللي قدموا السنة اللي فاتت مع محمد مشيش بالضبط، وتأليف تامر حبيب وورشته، وإخراج حسين المنباوي. إن شاء الله تقريباً كلهم رفقاتك. بتحبي تشتغلي طبعاً أكتر مع الأصدقاء هند من أنك تشتغلي مع ناس لأول مرة بتشتغلي معهم؟ لا، أنا بحب أشتغل مع ناس لأول مرة، لكن بيصيروا رفقاتي يعني بعدين. لكن أنا مثلاً تامر حبيب صديق على المستوى الشخصي جدا، لكن اول مره نشتغل سوا حيكون في هذا المسلسل. صحيح. لكن في اشتغلت مع مثلا شريف البنداري، وعملنا فيلم قصير وما كانش عمل اي شيء قبله، والان انا فخوره، هو بيعمل الجماعه اثنين، وانا فخوره مثلا باللي وصل له شريف. نفس الشيء كاملة ابو ذكري كان ثاني فيلم ليها، لما عملنا ملك وكتابه. مروان حامد كان اول فيلم طويل، عماره يعقوبيان. يعني انا احب ان اعمل مع الشباب اللي لا اعرفهم، وعمر سلامة كان ثاني فيلم أسماء، لكن بعدين بيصيروا أصدقاء، فكمان بنشتغل مع بعض ونحن أصدقاء. هلأ بيقولوا إنه الشيء اللي بيشبه سوريا وتونس هو الياسمين. الياسمين الشامي والتونسي بيقولوا بيشبه بعض. هاي شو أول مرة رحت الشام شميت ريحة تونس.
وأنا أول مرة فت على تونس شميت ريحة الشام. هذا بتسموه مشموم. مشموم. أنا بالنسبة لي أنت زهرة تونس. عايشك. عايشك لانا. أنا كتير مبسوطة فيك. وأنا نحب نهدي لك حاجة تشبهني تفكرني كمان بدمشق وبالمشربيات الشامية وهي موجودة في سيدي بوسعيد. وخليت لهم يجيبوا لك شباك تونسي من سيدي بوسعيد. فعلا كثير بيشبهنا بالشام. شكرا هنودة. مرحبا بك. شكرا لانا. مرحبا بك. شكرا لوجودك سكاي العربية.